يا هلا وكل الهلا متابعاتي وصديقاتي وخواتي وامهاتي، شلونكم حبيبات قلبي؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحه وسلامه وسعاده وتشاهدون فيديو اليوم. بدايه الفيديو صلونا على النبي وزيدونا النبي صلاه، اللهم صل على محمد وعلى ال بيت محمد صلوات. حبيبات قلبي مثل ما تشوفون هذا الفيديو تكمله للفيديو اللي قبله، اكيد هاي هنا بعد ما مثل ما قلت لكم خلصت تعزيل ظليت اني قاعده للصبح، فهنا سويت الكيك وخلصت، وكانت اختي يعني بليلتها مرت لي وجابت لي هذه الكيكه، هي مسويتها شغلها كلش حلو بالكيك وكلش طعمه طيب. واكيد من بعدها صليت صلاه الفجر وصلاه العيد الحمد لله والشكر، وسويت الريوق جهزته بهيك طريقة. خليكم ويا الفيديو حبيبات قلبي، من بعدها أرجع لكم. وهنا حبيبات قلبي بعد ما جهزت ريوق اول يوم العيد، واكيد لازم احنا كل عيد لازم الكاهي والجيمر العراقي موجود على المائدة، يعني مائدة الفطور الصباحي، واكيد خليت وياها زيت زيتون كان عندي يعني قليل خليته، وخليت وياه زعتر وزيتون وكيك واجبان انواع وقشطة مثل ما تشوفون، وسويت بيض عيون وخير ونعمة من رب العالمين، اللهم ربي ديمها واحفظها من الزوال بحق محمد وآل محمد ويرزق كل فقير. وهنا حبيبات قلبي أني كل سنة أسوي هيج ترتيبات بالأعياد، وحبيت هذه السنة وياكم أصور ويعني أنزله بالفيديو حتى تشوفون يعني شلون دا أشارككم يومي. وأكيد هذا العسل الطبيعي حبيباتي تمنيته قدامكم، تحياتي إلكم حبيبات قلبي ورداتي، أنتو عسل يا عسل. شنو شان ريوقكم؟ كتبولي بالتعليقات أول يوم العيد.
احنا ريولنا كان هل قدامكم، وانتو كتبوا لي بالتعليقات شنو كان ريوك اول يوم العيد. اكيد هنا من بعد ما اكلت يعني شوية من الكاهي والقمر، يمكن بس هذه اكلت اني، لانه اني مو هالقد ويا الكاهي والقمر الصبح يعني مباشرة. اني اكل دائما احب البيض والاجبان هم بيها مجال، بس مال يعني كاهي وقمر يعني ما هالقد ويا اني. وحبيبات قلبي هذا كان ريوقنا وسهمكم، مليون ألف عافية حبيباتي. كتبوا لي بالتعليقات لا تنسون شنو كان ريوكم أول يوم العيد. وأكيد أني كنت محضرة من الليل عيدياتهم، نطيتهم عيديات للأولاد، ربي يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا. وهنا أنا أكيد حضرت ضيافة العيد، حضرت يعني بهيج شكل هل عندي بالبيت خليته يعني هاي قبل لا اسوي الغداء. اكيد خلص ضني الشغلات كلها الريوق، وقطيت عيديات الاولاد وحضرت الضيافه مالت العيد. من بعدها بلشت يعني اسوي الغداء مثل ما تشوفون هنا. أنا خليت الكليت اللي سويتها وياكم والشوكليت والحبكوم وكرزات، واكيد هنا أنا بديت ابخر الهول. طبعا هذا البخور كلش ريحته طيبه تجنن، وبهيج شكل بخرت الهول حبيباتي. كانت الاجواء ما شاء الله كلش حلوه تجنن، رغم التعب بس واحد كلش نفسيته ترتاح لما البيت نظيف وما عنده شيء ويبخر البيت، ويعني البيت هيك ريحتها عطرة أكيد يرتاح نفسيا. أتمنى حبيبات قلبي اللي وصلت لهنا تخلي لي اللايك، وأكون جدا ممنونة من عدها، لأنه صراحة المشاهدات يعني زينة لا بأس بيها، بس لايكات ماكو. تحياتي لكل متابعاتي الحلوات، ورداتي اللي يشبهون هذه الوردات اللي بالمزهرية اللي شايفيها، وأحب أشكر كل من تتابعني واشتركت بقناتي بالجديد. أقولكم ربي يحفظكم ويسعدكم ولا يحرمني منكم. وأتمنى حبيبات قلبي هذا الفيديو إذا عجبكم تخلوا لي لايك من إيديكم الحلوة، وأكون جدا ممنونة من عندكم، لأنه اللايك يصعد الفيديو، وأنتوا بدعمكم إلي ومن تخلوا لي اللايك وتشاهدون الفيديوهات اللي أنزلها راح قناتي إن شاء الله وفيديوهاتي يشوفوا أكبر عدد من الناس. حبيبات قلبي أتمنى من عندكم تدعموني وتشجعوني حتى أستمر وياكم، وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وحبيبات قلبي هنا بديت اطبخ الغداء مثل ما شفتوا، هنا عندي كيلو بصل حمسته على حدة وضفت له السماق من بعد ما نحمس كل الزين على نار هادئة،
وذبل، وهنا على حدا غسلت دجاجتين وخليته من الجلد وحمسته يعني، وضفت له بس راس بصل صغير على مود حتى يعني الزنخة، وخليت له ورق لورا أو يعني ورق الخار، وضفت عليه 3 ملاعق أكل من السماق، وضفت على البصل اللي حمسته اللي تشوفوا قدامكم 3 ملاعق أكل همين من السماق، وخليت على الدجاج 1/2 ملعقة شاي فلفل أسود. طبعا هذه الأكلة اللي يحبون الأكل الحامض، لأنه أنا حتى يعني ضفت له ليمون، بقد ليمونة كاملة عصرت على الدجاج يعني من مرقته. وأكيد من بعدها من بعد ما استوى الدجاج كل الزين صفيت المي مالته ودرته يعني على البصل، لأنه أنا خليت له مي كلش قليل حتى يعني التشريبة مالت الدجاج تصير ثخينة. وأكيد هنا بهذه المرقة مالت البصل والسماق ويعني مي الدجاج، خليته شوي يغلي، من بعدها نقعت بالخبز وخليته بالصينية، وخليت البصل اللي حمسناه وضفناه للمرقة بيناتهم مثل ما تشوفوا، وراح أخلي الدجاج قطع دجاج على الخبز، وأدهن الدجاج بكاتشب ودبس الرمان حتى ياخذ لون حلو ويصير بي لمعة. وحبيباتي مثل ما قلت لكم اللي يحب الحموضة والسماق بالأخص يأكلون هذه الأكلة، بس اللي ما يحبون السماق مثل يعني زوجي هو أكله قال يعني طيب طعمه لا بس بي، بس أنا ما أحب السماق. بس أنا قلت يعني أنا وعدت المتابعات إنه راح يكون غدانا أول يوم العيد هو المسخن لأنه أنا أحبه، بس يلا مو مشكلة. المهم حبيباتي طلعت كلش طيبة جنة، وطبعا أكو كلش هواي طرق شفت يعني باليوتيوب أني يسووها بطريقة يعني مختصرة، إنه يخلون البصل ويخلون له يضيفوا له السماق وزيت زيتون، ومن بعدها يعني يخلوها بتبسي أو بصينية مات الفرن، ويضيفون عليها الدجاج اللي متبليها بالفلفل الأسود والسماق والليمون والبهارات، من بعدها يسلفنوها كل الزين هذه الصينية ويدخلوها للفرن، ومن بعدها يطلعوها ويعني بس بدون ما يعني واحد يثرد أو هيك شيء أو خبز يعني نقعه بتشريبته لا. ومثل ما تشوفون حبيباتي يعني سويتها بهيك طريقة المسخن الفلسطيني، كلش طعمه طيب ويجنن، وجربوها بنفس طريقتي اللي أنا سويتها كلش سهلة وبسيطة. وأكيد هذا اللي خليت عليه لوز مقطع يعني حمسته وضفته على الدجاج، وهنا أنا دا أتذوق وياكم حتى أشوف طعمه شلونه وهمين أشهيكم. طبعا كان طعمه صراحة يعني الأمانة كلش طيبة تجنن. أتمنى حبيباتي تجربوها على طريقتي، وأتمنى هذا الفيديو نال رضاكم واستحسانكم. وهنا أنا صورت لكم الهلال مع ثاني يوم عيد الفطر، حبيت أصوره شكله كلش حلو. هنا أنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو نال رضاكم واستحسانكم، وأقول لكم مع 1,000,000,000 سلامة حبيبات قلبي، باي باي.